بصي، هو انا كنت اعرف مدام رجاء الجداوي من قبل الله التمثيل، يرحمه. الله يرحمها، كانت جميله، انسانه هايله. كنت وانا طالبه في المعهد الباليه، كانت ميس سلوى عندنا، قالوا طلبوا منها ميس سلوى بقى، طلبوا منها بنات يجوا يعملوا عرض ازياء بطريقه جديده اوكي. اللي هي طريقه الرقص. فجابتني انا وكان سحر وشاينده ونصره وكذا حد مننا يعني، ورحنا عملنا، وكانت المدام رجاء هي الفيدات او البريمادونا او المين موديل. عرض ازياء، هي الست النجمه بتاعتنا، واحنا بقى عيال كده هو بقى لابسين اللبس وعمالين نرقص ونعمل مش عارف ايه وحاجات كده. فانا اعرفها وهي عرفتني، انتي الباليرينا عارفاكي كده يعني. فمش غريب ان انا لما اتقابل معاها في الفيلم ما تبقاش حبيبتي وصاحبتي واخدها بالحضن والحاجات دي، خلاص احنا اوريدي ألفة. عشنا. أيوة طبعا. اللي كان غريب ومش غريب، اللي هو كان فيه خضة كده خضة شوية. ورهبة طبعا الأستاذ عادل إمام، وهو أكيد. اللي كان مرشحني للدور. دخلت أول يوم تصوير على المكياج بيعملوا لي، لقيت في المراية الأستاذ عادل. إزاي؟ أنا الحمد لله أنا كويس. قال لي أنت بقى الباليرينا اللي بيقولوا بقى كذا وكذا مش عارف إيه، تا 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 تا. ايوه حاجات كده، اللي هو مكسوفه جدا وعامله طبعا. كده ايوه. وخايفه وحاجات كده. راح قال لي طب يلا يلا خلصي مكياج وتعالي بقى نقعد نتكلم. حاضر يا فندم. خلصت، رحنا قعدنا اتكلمنا، قعد بقى يفكني لان احنا شغلنا كله مع بعض، ايوه صح. فما ينفعش، لازم نبقى واخدين على بعض، لازم لما يعمل رياكشن ما افطسش انا على روحي من الضحك واقع في الارض، ما ينفعش، لازم ابقى زي ما طلع يعني. فلازم طب اتعودتي شوية على لازم الأجواء. اخد عليه وناخد واظن دي على بعض. اصعب حاجة دي، لما يعمل رياكشن وتعيش على الارض، دي مش كده؟ دي حاجة صعبة جدا، صعبة جدا، جدا بالذات هو بيغازلك ويقول لك الحاجات دي. انا بجد بتفرج على المشهد ده، يا مرمى ازاي ما ضحكتيش ازاي؟ ايوه. ففي موقف بقى في الفيلم ده الاستاذ عادل وخدنا على بعض. في موقف في الفيلم حصل، كنت لابسة فستان اصفر بجاكت ولابسه عقد بسهم كده، عقد هندي كده يعني اكسسوار. والمفروض المشهد انا ومدام رجاء شايلين الصيني وداخلين، فبيخوفنا وبنتخض وبنعمل كده وبنوقع الحاجه والبتاع، الحاجه بتقع من هنا ولقيت العقد ده فرط. اوكي. استوب، دور يا جدع. قعدنا كلنا بقى فين، لم 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 لم. طب هنعمل ايه؟ راكور اتصور خلاص يعني، الحته دي اتصورت، طب اللي بعده، طب اللي قبله، ما هو ده لازم يبقى موجود. قعدنا نلملم نلملم وحطيناه على السفره، هات يا عم ابره وفتله علشان بقى اقعد بقى تفاصيل التفاصيل، ان حد فينا يعرف كان راكب ازاي، الترتيب كان ايه. كل اللي فاكرينه السهم من تحت. عكينا بقى هنا بقى اي حاجه والسهم من تحت خلاص، اهم حاجه السهم تحت. يعني لو اتفرجنا على الفيلم تاني المشهد ده هنطلع راكور، قارن المشهد اللي هو ده باللي قبله واللي بعده، هنلاقي العقد مختلف والله. مختلف خفيف يعني، اللي هو طبعا بتاع هنا يعني لا هنا.